كده انا صورها لا لا هو عايز يركز على لوجو معين خلي بالك يعني عايز خلي بالك مش اي حاجه يلا يلا كلنا تعالوا تعالى اقطع معايا خلاص يا تكنيك اصلا خلاص بقى اقطعها بقى اقطعها بقى عشان ما يرجعهاش تاني كده خلاص اقطع 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 بس كان راكع راسك بس انا راسه كتير الصوره تبع حد ولا فايت هناك بيقسموا التورته مش معقوله انا فاكر انا وانت كل حاجه في النص انا وانت 50% ناقص اللي هو التفاحه يا باشا طب بص اقول لك على حاجه عندك انت بس معلش عشان بس انا حاطط عين اول مره رجعها ولا كده هيقسموا 50 جنيه انا رجعها انت بوظت لي الشكل ده كان عايزين طب هتشيل لك الفورمه كده ودي طيب انا هطلع لك يلا يا باشا طلع كده شوف اعتبرها